ما زالت ريشة الرسام البحريني عباس الموسوي المعروف بفنان السلام تنبض بالحياة وتخفق بتناغم ألوانها المائية لتبدع في رسم لوحات تجريدية، لكل منها قصة اتضحت ملامح تفاصيلها من الماضي الذي عايشه. قصة تحدث أخبار ستيني هو الفنان عباس الموسوي الذي أطاع الرغبة لتكسبه سنين احتراف ومهارة وولع، شب وتشبب ليتشبث بأرياش لكل منها حكاية مع رسمة أو جدارية استوحى أركانها من مكان أو بيئة أو واقع أو لمحة لخيال فني طرق باب فكره، أراد رؤيته على محيط قطعة فنية تمتزج فيها ألوان الماء والقاع. يعني عندنا البحر وعندنا القرية، عندنا هذا النخيل الماسطات على هذه الأرض، هذا التنوع الجميل، برارينا جميلة بالغزلان والطيور والصقور والحصان العربي الأصيل، هذه يعني هاي صهارينا. البحر الفيروزي الجميل، المغنى بالدانات واللولو، هذه إحدى المظاهر اللي يستلهم منها الفنان إبداعه. 40 عاما قضاها فنان السلام في تعلم الفنون والخوض في علومها ليستهويه الأسلوب الانطباعي في رسم لوحات تجريدية ما زالت تحتفظ بالمشاهد والمناظر الخيالية التي توثق جمال الأزقة في سوق المنامة القديم وضواحي العاصمة والقرى المحيطة بها، مبرزة سحر الأصالة والبساطة في طريقة عيش أهالي فرجان المدينة العتيقة. فعندي اختزال كبير من هذه الأزقة، الأماكن، البيوت، العمارة القديمة التلقائية في الأرض من فرش وأماكن، كلها ترجمتها إلى أعمال فنية. الآن هذه الأسواق لو تسألني هي منتشرة في جميع أنحاء العالم. الفن والسلام مشروع ظل هاجس تحقيقه ملازما لبه ليستطيع مخاطبة الأرض وسماع همومها وإيصال صوتها لمن ينتهكون حرمة بيئتها بلغة الرسم. فرحنا إلى الطبيعة، قعدنا في الطبيعة نترجم هذا الحس والجمال إلى أعمال فنية ونستوحي فيها رسائلنا عن البيئة، ولا للتلوث لا للهدر. نظير حسه الفني الرفيع كان لابد من تكريمه في مناسبات عديدة كرسام بحريني أبدع في التعريف بتاريخ أرض الخلود التليد وإيصال هوية من ينتمون إلى ترابها لشتى بقاع المعمورة عبر محراب فنه الواسع. في امتلاك ناصية الفن تمام الممارسة وإتقان فنان، وفي إطلاق العنان لروح ألفت رسم الرسائل قبل توطيد الملامح على إطار مهما كبرت مساحته أو صغرت، ومهما توسدت الألوان جسد لوحة ضمها الحجر أو الورق، يصاغ السرد وتبرز تفاصيل الحديث وينطق القلم. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.